يا دكتور ان هم مثلا لو عملوا غلط او اي حاجه فاللي ان احنا نسمعهم ومش نعاقبهم على الغلط، بالعكس ان احنا نخليهم ما يخافوش ان هم يقولوا لنا ان هم عملوا غلط. على فكرة ده يعني 200% كلام حضرتك صح. السبب انا النهاردة ما بقاش عندي حاجة اسمها اعاقبه. انت هتعاقب واحد على ايه؟ ده كبير، ده بقى خلاص بسن انا ما ينفعش اعاقب فيه. اولا لو بنتكلم في العقاب بتاع الامهات اللي هو بيمدوا ايديهم ويضربوا، ايوه للاسف بتلاقي الام الزواج جه نفسها فجأة ان الابن مسك ايدها لان جسمه كبر، عضلاته كبرت، ايوه ده حقيقي. فكده والبنت برضو تلاقي يعني نفسها هو في مش مواجهة. صح، يعني رأي حضرتك صح، اللي هو البنت كمان مش الولد، يعني البنت بقت برضو اللي هو والبنت، طب تمد اقول لك ايدها. على حاجه، احنا شفنا بقى نتكلم عن واقعه حقيقيه في المجتمع دلوقتي. احنا مش كان عندنا من فتره والفيسبوك اتقلب على البنت اللي هربت من البيت؟ تمام، والدنيا كلها ازاي، وافتكارات خطفت، وبعد شويه اكتشفوا ان هي كانت فيها خلاف مع الاسره وهي في مرحله مراهقه، خرجت ومشيت لوحدها، كانت مع قرار غلط، سابت البيت وهربت. طيب انا النهارده مش عايز اعمل حاجه ليه؟ انا عندي برضو في السن ده تفكير مندفع، هتعاقبني ههرب. دايما بيجي للاولاد او حاجات فكره ايه، او البنات طبعا، فكره ان انا ممكن اقدر اعيش لوحدي واستقل بحياتي، اروح اقعد عند واحد صاحبي واشتغل اي شغلانه بسيطه، اي كلام طبعا، افكار كلها عشوائيه.